العافية. الله يعافيك. ضربت أنا كيه؟ أيوة. عايزينك بموضوع خلق الدغري. مؤمر. نقعد. قعدنا بالنهار بالهواء. ولا يهمك، حياكم الله. اقعد. تفضلوا تعقدوا تفضلوا. يا الله. يا رب. اسمع يا حبيبي، الدين نصيحة وإحنا جايين ننصحك. تفضلوا حياكم الله. إحنا يا أبو بالصلاة على النبي، أولادنا أبو العبيد العريس اللي قبل شوية عنده. حياكم الله، وهو حكى لي عنده 3 أولاد، وعلى فكرة أنا أخو العروس. مسكين أبي مسكين، كل ما أتذكر بصير بالدعيت. حكى لك إنه عنده 200 مرض بيمشي بالليل. حكى لك إنه معاه أمراض داخلية كثيرة. الله يشفيها قدها. اللهم احفظنا. لا ما حكى ليش هذا الحكي. الوالد عنده المرض العاطل واحنا مش راضين نحكي له عشان نفسيته. اعطيه قداحه. يعني اختك بجوز جلت العرس تصير الملك وهذا حرام، مش هذا حرام. كمالك مولع السيجار تنك اعطيه قداحه. لا يا عمي، بس الوالد فهمنا شيء ثاني. شو بتوقع من زلمه داخل ايامه؟ الله يحسن ختامه. يا زلمه هات قداحه. على كل حال بارك الله فيكم. وكسر الله خيركم اللي نورتوني. بس الله يرضى عليك، مش تحكي لنا جينا عندك. اعطيه الداحة يا زلمه. ولا يهمكم، والدار داركم، والحمد لله انكم نصحتوني قبل ما الفاس توقع في الراس. وهي الكداحة. يا